يعني صافي يا لبن؟ بعد هالعزيمة أكيد صافي يا لبن. صفحة جديدة. هلا عمار، أنت ليش بتضايق بس رائد يجي ويحكي معي؟ لأنه واحد وسخ وكل نواياه سيئة. يعني بس بشوفه بنقر على نور وغير بنات، ما بحسك بتهتم. أنت غير. ليش؟ لأني بحبك. شو قلت؟ بحبك. يعني كيف؟ ايمت؟ شو عم تحكي؟ ما بعرف كيف وايمت. هيك فجأة لما قربتي مني صرت حس اني مشتاق لك، بحاجتك، بغار عليكي. أحياناً هيك بتطلع حوالي ما بلاقيكي، بحس انه ناقصني شيء، يعني بحس انه بدي اياكي. عمار انت عارفان شو عم تحكي؟ انت عم تحكي عن جد؟ يعني ما بظن انه بهيك قصة فيني يمزح. ولورين؟ حقك لازم تسألي عن لورين. بالمناسبة ما في حدا بالحياة ما عنده ماضي، كلياتنا عنا علاقة ويمكن تنتين وثلاثة، بس مو كل القصص تنتهي نهايات سعيدة، صح؟ بس لورين رفيقة عمري وجارتي بالحارة، وإذا بدك هي رفيقتي الوحيدة، وأنا متأكدة إني رفيقتها الوحيدة، وكل وحدة منا بيت سر التاني. أنا كنت بخطبتكم، كنت معكم بكل لحظة. شلون بدي روح إلا أسراري؟ شلون بدي روح إلا عمار اللي هو خطيبك، أو بالأحرى طليقك وحبيبك السابق، هو هلأ حبيبي؟ كيف؟ أنتي ما عم تظلمي يا لورين لكتير أسباب. أول سبب إنه هي اللي تركتني مو أنا اللي تركتها. السبب الثاني إنه هي إجت لعندك وقالتلك إنه هي ما عاد تحبك، عم تدور على حب جديد. آه بفهم منك إنك بدك تنتقم منها لأنها عم بتدور على حب جديد. بتقوم تنتقم منها فيني؟ بأقرب الناس لإلها؟ هيك؟ لا، هذا الكلام كتير قاسي بحقي نرمي. أنا بحبك، ما عندي أي دليل بالعالم أقدم لك إياه. بحبك وبس. قرار كتير صعب، لازم تعطيني وقت اني افكر. فكري بس ما معك كتير وقت. ايه ما حذرت، بدي افكر براحتي. موافق. طيب صار فينا نمشي؟ لحساب لو سمحت. يا ترى شو جاي يسوي بولايه نيرمين؟ كل مره قال لي انه بيعرف حدا بحرت. غريب. سمعونا الفاتحه عن نيه التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم ولا الضالين، امين. مبروك يا عروس. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا ماما. مبروك حبيباتي. ان شاء الله جوازة الذهب. ان شاء الله يا رب. حقيقة مبروك لعروستنا الحلوة. مبروك حبيبتي. يبارك فيك. هلا شوفوا امتى بتشوفوا مناسب نعمل خطبة. ما في مشكلة يا جماعة، هي التفاصيل أنا ونيرمين نتفق عليها. بس مرت عمو ما بعرف إذا خبرتك إنه نحن رح نسكن عن بيت أهلي. زائد إنه الشغل نحن متفقين إنه بكرة يكون آخر يوم شغل. صح حبيبتي؟ أكيد حبيبي. الله يهنيكم يا رب ويوفقكم مع بعض. الله يسلمك مرت عمو. امين يا رب، ان شاء الله زواج الذهب. طيب اسمحوا لنا، خلي العرسان يحددوا موعد الكتاب ونحن جاهزين. يلا السلام عليكم. تفضل. الف مبروك حبيبتي. تفضل.
يا ميدان سهلا. الله يسلمك. باي باي. ماشي يا عمار، لك لهالدرجة صرت بتكراني؟ وانتي ليش مهتمة لتكوني لساتك بتحبيه؟ هلا انا عن جد بطلت حبه ولا عم كذب على حالي؟ والله ما عم بعرف حدد شعوري. الاحسن اني اتصل بنرمين، بركي بتعرف عند مين كان. الو، كيفك حبيبتي نرمين؟ اهلين اهلين لورين. شو وينك صار لك اسبوعين ما بتزوريني ولا بتسألي عني؟ صاير معك شيء؟ لا ما ما في شيء، عادي مشغولة يعني. بدي اسألك سؤال. شوفي، قبل شوي شفت عمار وأمه وأبوه طالعين عندكم من البناية، بتعرفي عند مين كانوا؟ يعني نرمين. شوفي بصراحة ايه، عمار كان عنا. عندكم؟ طيب ليش؟ لورين، الموضوع مو مثل ما انت فهمانة، انا ما خنتك. نسيتي انك انت قلتي لي بطلتي تحبيه وانك عم تدوري على حب جديد، ونسيتي انه انت اللي بعتيني لعنده، ونسيتي انك انت كل يوم عم تشجعيني اني احب واتزوج، فليش ما اعتبرتيها خيانة لإلك؟ طيب انت لو ما كنتي ما اعتبرتيها خيانة، كنتي خبرتيني لما انضربتي على قلبك وحبيتي؟ لك اصلا هو واحد غشاش لما اختارك لإلك لحتى ينتقم مني. لك انت قلتي لي انه هو عم يحاول ينتقم مني بكل الطرق. لورين، لو سمحتي بلا تجريح، عمار رح يصير جوزي بعد 5 أيام، احترمي مشاعري. احترم مشاعرك مثل ما احترمتي مشاعري، ولا بتحبي أكثر بشوي؟ ردي شو؟ يا خسارة، أنا مالي نصيب الناس اللي بحبوا، حتى رفقاتي. لورين، نرمين، كبريني لا تزعلي منها، البنت معها حق. امي هلا انت عم تقولي هيك؟ حبيبتي لو فتي على قلبها وشفتي وجعها ما بتزعلي، وبتقدري هذا الشيء. بعدين انت فكري انه عمار كان حبيبها بالاول. وانا حبيته، انا حبيته لعمار، ولو عارفه اني انا بدي احبه والله ما كنت رحت ولا اشتغلت هونيك ولا تقربت منه. شو اعمل؟ هيك القدر، شو اعمل؟ بلعلك هالروحة وبلعلك هالقهر. لا أمي، أنا لازم روح، لازم بارك لهم للعرسان. ولي حكي لك كلمة، حكي لك كلمة. بابا الله يرضى عليك، حاولي تفرحي لرفيقتك من قلبك مثل ما فرحت لك من قلبها وقت خطبتك. وأنا كثير فرحانة، وهلأ رايحة أعبر لهم. أمي أمي الله يرضى عليك، اسمعي مني، بلعلك هالروحة. طيب يعني شو رأيك هيك أنا وأبوكي نلبس ونروح نتعشى بشي مطعم ما دامك أنتي لابسة؟ عن إذنكم. مصرة مصرة تروح، مشان الله مشان الله الحقها، ما بعرف شو ممكن يصير فيها لبنتي أو بالحقها. طولي بالك طولي بالك، هلا بغير أوعيه بالحقها فورا. ها يلا استعجل، الله يخليك يا ربي دخيلك. خلونا نلبس الخواتم. طبخنا مشدرات.